إلى فقرة ترند وأبرز ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. سجل لاعب ليفربول المصري محمد صلاح اسمه بحروف من ذهب في ليلة الفوز التاريخي لفريقه على مانشستر يونايتد بسبعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز. نجم كرة القدم المصري دخل التاريخ من بابه العريض بعدما انتزع لقب الهداف التاريخي لنادي ليفربول من أسطورة الفريق روبي فاولر بفضل الثنائية التي سجلها أمام مانشستر يونايتد ليصل رصيده بعدها إلى 129 هدفا في الدوري الإنجليزي بقميص ليفربول من 205 مباريات، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ بطل دوري أبطال أوروبا 6 مرات. تعليقا على هذا الإنجاز قال صلاح إنه لا يستطيع أن يصف ما حدث، وإنه عمل بجد من أجل هذا اليوم المميز وحطم رقما قياسيا كان يسعى إليه منذ قدومه إلى النادي. أداء صلاح في هذه المباراة أتى ليبدد أي شكوك في قدراته وللتذكير بمواهب لاعب كان ينظر إليه على أنه يشهد موسما سيئا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل 11 هدفا حتى الآن وصنع 7 أخرى. مرت أوقات في هذا الموسم بدا فيها صلاح أقل من مستواه، إذ كان نادي ليفربول متأخرا وكان صلاح يلعب دون وجود ساديو ماني الذي انتقل إلى بايرن ميونخ الصيف الماضي. واسم محمد صلاح انتشر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي. عبر المغردون عن فرحهم وفخرهم بالأسطورة محمد صلاح وبإنجازه التاريخي العظيم. أشار مغرد إلى أنه رغم أنانية لاعبي فريق ليفربول وعدم التمرير للملك المصري محمد صلاح، إلا أنه قال كلمته وأصبح الهداف التاريخي. بينما عدد مغرد آخر إنجازات صلاح أمام عمالقة الدوري الإنجليزي. حجم التفاعل مع وسم محمد صلاح بلغ 14 مليونا، إذا كما نشاهد هنا، أما التعليقات فناهزت 4,800,000 تعليق، والمشاركات نهزت 1,000,000 مشاركة. ثروة التفاعل مع هذا الوسم بلغت 12 مليونا يوم الأحد بين مشاركة وتعليق وإعجاب. للمزيد من المتابعة نرحب معنا برئيس القسم الرياضي في صحيفة العربي الجديد السيد نبيل التليلي. أهلا وسهلا بك معنا سيد نبيل. إذن إنجاز تاريخي في مسيرة محمد صلاح، إنجاز يحققه مع فريق ليفربول، أصبح الهداف التاريخي لليفربول مع 129 هدفا متفوقا على روبي فاولر، كيف تتابع ذلك؟ مرحبا، أهلا وسهلا. طبعا أهلاً، هو فخر للعرب مرة أخرى. يؤكد محمد صلاح أنه قولا وفعلا هو فخر للعرب. اليوم صبحت كل الناس مبسوطة، يعني كأنه في يوم عيد. ليش؟ لأنه ما قدمه محمد صلاح يبعث على الفخر. محمد صلاح كسر كل الأرقام. قلت أنه في البداية في تقديمك أنه ما قدمه محمد صلاح يعني كتب اسمه بأحرف من ذهب، وأنا أضيف إلى كلامك أنه من ذهب وألماس. محمد صلاح اليوم صار فخرا، وصار لما تفتحي كل الصحف والمواقع العالمية وتجدين أنه صورة محمد صلاح في الغلاف في أغلفة كل الصحف العالمية، هذا فخر للعرب، هذا فخر لجميع عشاق كرة القدم داخل يعني المحيط العربي، وذلك يبشر بكل خير إن شاء الله. هذا اللقب التاريخي الذي حققه محمد صلاح، ما الذي يعنيه بالنسبة لمستقبله الرياضي، وما الذي يعد به، خاصة أنه في الآونة الأخيرة كان تعرض لهجوم من قبل جماهير ليفربول وانتقدوا، يعني كانت هذه الجماهير انتقدت أداءه؟ محمد صلاح اليوم أصبح من النجوم الكبار، والنجوم لا يتأثرون بما يكتب عنهم في السوشيال ميديا أو بآراء الجماهير أو كذا. حتى تكون نجم لازم أن تكون قويا وتعرف كيف تتعامل مع ما يكتب أو ما ينشر أو ما يقال عنك. محمد صلاح منذ البداية ومنذ أن بدأ مشواره الرياضي يغمض عينيه ويعترف فقط بالعمل. حتى لما يسأل محمد صلاح عن سر نجاح يقول فقط العمل.
احنا لو رجعنا الى مشوار محمد صلاح منذ البدايه، محمد صلاح يعني ممكن ان يكون قصه يستلهمها يعني الجماهير، وكل حتى الشخص العادي يستلهم منها عبره، ويكون محمد صلاح قدوه لكل شخص يحلم ويريد ان يحقق حلمه. محمد صلاح يعني تحدى العديد من الصعاب واثبت مره اخرى انه جدير بهذا الحب والتقدير الذي وصل إليه. تبقى معنا سيد نبيل، سأعود إليك. نرحب سوية بمجموعة من الضيوف ينضمون إلينا عبر شبكة زوم. أهلا وسهلا بكم جميعا، وأبدأ معك محمد شريف، محلل رياضي ومؤسس صفحة شريف صاحب الكرة. إذن 129 هدفا في 205 مباريات لمحمد صلاح، استحق على إثرها لقب الهداف التاريخي لليفربول. ما أهمية هذه الأرقام ودلالاتها بالنسبة إليك؟ والله بصي، أنا عاوز أتكلم من نقطة، من زاوية تانية خالص. عاوز أتكلم من زاوية العقلية بتاعت اللاعب محمد صلاح، العقلية اللي مختلفة عن أي لاعب مصري وأي لاعب عربي أنا شفتها قبل كده، واعتقد مش هنشوفها تاني. اتمنى نشوفها تاني العقليه دي، بس اعتقد مش هنشوفها تاني. طيب ممكن واحد يطلع يقول لي دلوقتي العقليه، انت بتقول اي كلام، ليه العقليه؟ ممكن يكون دي الموهبه بس. لا، هي الموهبه مهمه، بس مع عقليه ومع اجتهاد هيبقى محمد صلاح اللي احنا فيه دلوقتي ده. طب نيجي نبص على تاريخ محمد صلاح، ايه الاثبات اللي نقول العقليه فعلا مختلف عن اي حد تاني؟ نبدا مثلا لما كان في المقاولين، ده كان بيروح من نجريك للمقاولين 3 ساعات كاملين عشان بس يتمرن نص ساعة، دي عقلية مختلفة. لما برضو الخطوة اللي بعدها لما جاله الأهلي والزمالك، والزمالك والأهلي رفضوه، ممكن زي أي لاعب تاني يقول لك لا أهلي والزمالك رفضوني، يقع وينهار، ده لا احترف وكان كويس واحترف في سويسرا، بذل واستمر وأخذ أحسن لاعب في سويسرا، بعدين عدى على تشيلسي، وتشيلسي ما كانش كويس قوي في تشيلسي. ممكن زي اي لاعب مصري تاني يقول لك ينهار برضه، يقول لك تشيلسي وما لعبتش فيها كويس، لا وينزل، يعني ينهار وينزل مصر، لا هو كمل واحترف وراح فيرنتينا وراح مع روما مع سباليتي، وبعد كده راح مع ليفربول. انا فاكر قوي اول فتره لما راح مع ليفربول كان ساعتها في ماني وفيرمينيو وكوتينيو، كان ساعتها الناس كلها تقول لك هيلعب على مين كل ده، ولعب وهو بقى الهداف التاريخي ليفربول. نعم، شكرا لك محمد شريف، يعني انقطع صوتك لكن الفكره وصلت، وضعتنا في خلفيه هذا اللاعب المصر على النجاح رغم كل الصعاب. انتقل الى محمود القرموطي وهو محلل رياضي في موقع كايرو ستاديوم. اهلا وسهلا بك معنا محمود. اذا هزيمه كاسحه حققها ليفربول بالامس بسباعيه نظيفه ضد مانشستر يونايتد، رجل المباراه كان محمد صلاح. برايك الى اي مدى تعد هذه المباراه تاريخيه لمانشستر يونايتد ولمحمد صلاح على حد سواء؟ في البدايه برحب بك النادين وبرحب بكل المشاهدين. يعني مباراه تاريخيه شفناها امبارح في الانفيلد، ملعب ليفربول. المباراه شهدت فوز ليفربول بسباعيه نظيفه على مانشستر يونايتد، نتيجة هي الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين، مباراة تاريخية سطر فيها صلاح وكتب لنفسه تاريخ كبير جدا. صلاح قدر إنه يوصل ل 129 جول، خلى الهداف التاريخي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز. كمان صلاح قدر يوصل للرقم ده في عدد مباريات أقل بأكثر من 50 مباراة عن روبي فوق. إنجاز كبير لصلاح بعد ما كمان خلى نفسه أنه هو هداف التاريخ ليفربول في دوري أبطال أوروبا قبل كده وقدر يتخطى رقم جيرارد. دلوقتي كمان صلاح الهدفين بتوع امبارح خلاه أنه هو الهداف التاريخ في مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد ب 12 هدف. مباراة مش هينساها صلاح وهتفضل في ذاكرته دايما طول حياته. كمان اللي زود ان المباراه دي مهمه، ان هتاثر على مجريات الدوري يعني بشكل عام. يونايتد كان ماشي بشكل كويس جدا قبل الماتش دوت، وقدر ان هو حتى في الدوري الاوروبي يقدر يقصي برشلونه، وكمان المركز الثالث ورا ارسنال ورا مانشستر سيتي. كمان ليفربول المكسب دوت خلاه يقرب اكتر من هدف ان هو الوصول لدوري ابطال اوروبا. ف هنشوف مجريات الموسم هتوصل على ايه بعد المباراه ديت يعني، والتاثير على معنويات
فريق إريك تن هاج اللي كان بيقدم كره رائعه في اخر فتره دي مع اليونايتد بعد مكسب برشلونه، مكسب الكاس كمان قصاد نيوكاسل. صلاح كمان قدامه في اشاعات في اخر الموسم انه ممكن ينتقل لباريس سان جيرمان، ممكن نتيجة الماتش دوت تأثر عليه ان هو خلاص يقول ان هو انا هكمل في ليفربول عشان اكتب لنفسي تاريخ. بالظبط. شكرا لك محمود، شكرا لرأيك. والآن الى أمنية وصفي وهي صحفية رياضية، اهلا وسهلا بك معنا أمنية. برأيك اي مستقبل يرتسم امام صلاح بعد مباراة الامس؟ طبعا لا شك ان هو يكون الهداف التاريخي لليفربول، هي هتكون حاجه، طبعا هتكون حاجه كويسه في تاريخه، ولكن انا من وجهه نظري مش هتاثر كتير. اللي هياثر في مستقبل محمد صلاح مع ليفربول هو اللي هيوصلوا اي مركز في اخر الدوري. يعني هم مثلا صلاح زي اي لعيب كبير يتمنى ان هو يشارك في دوري الابطال، فلو ليفربول ما انهاش في المركز في التوب فور، اعتقد ده هيكون علامه فارقه في تاريخ محمد صلاح، ولا يخليه ممكن ان هو يدور على نادي اخر بيشارك في دوري الابطال زي ما بنسمع كل ميركاتو ان هو في، يعني في اذا كان في الدوري الفرنسي او الدوري الاسباني بنسمع ان هم بيتقدم له عروض كل صيف. فبالرغم ان هو فكره ان هو يكون الهداف التاريخي طبعا دي شيء عظيم، ان هو زي مثلا الارقام اللي عمال الارقام اللي عمال بيحققها، انا مش بشوفها انها علامه فارقه كبيره في مستقبله، لكن هو الاهم عنده هو هيكون مشاركه في دوري الابطال، في التحديد في دوري الابطال، يعني مشاركه اوروبيه بشكل عام ودوري الابطال بشكل خاص، ومش هيبقى بقى من كده بعد ما، يعني بعد ما وصل لنهائي النهائيين في 2019 و2022، فدي مش هو مش هيقبل ان هو يعني يلعب في فيلم مشارك في دوري الأبطال. شكرا لك أمنية، وأعود إليك سيد نبيل تليلي. محمد صلاح أيضا أصبح أول لاعب يسجل في مرمى مانشستر يونايتد وهو يلعب مع ليفربول خلال 6 مباريات متتالية، هل باعتقادك أصبح صلاح لعنة مانشستر يونايتد؟ بكل تأكيد أنه لاعب يقدر يحقق كل هذه الأرقام، لاعب لازم أن يوضع تحته السطر باللون الأحمر. محمد صلاح ما يقدمه هذه الأيام وما يحققه في كل موسم يجعل منه لاعب من طينة كبار اللاعبين والنجوم. محمد صلاح اليوم لماذا كل ما ينخفض أداء ليفربول الجميع ينظر إلى محمد صلاح؟ لأنه محمد صلاح اليوم أصبح الباسورد، يعني كلمة السر في ليفربول. عندما يكون صلاح متألق ليفربول سيتألق معه، وعندما ينخفض أداء محمد صلاح مثل ما كان الحال في الأسابيع الأخيرة أو الماضية أو الأشهر، فأكيد طبيعي جدا أن ينخفض أداء ليفربول. البعض يتحدث يعني عن بعض التعليق أو بعض يعني الملاحظات لمحمد صلاح، ولكن محمد صلاح لاعب وليس فريق بأكمله. لازم يعني في منظومة جديدة داخل ليفربول، في لاعبين جدد، يعني بضعة وقت حتى يتأقلم الفريق مع بعض. أشكرك جزيل الشكر رئيس القسم الرياضي في صحيفة العربي الجديد نبيل التليلي، وشكرا جزيلا لكم ضيوفنا عبر شبكة سين.